يا معشر الإخوة، في هذين اليومين الماضيين انتشر لدى كثير من الناس مقطع لأحد السفهاء الخبثاء من الصفويين المعممين. تتصل بالخصوص في بهذا الشأن، ونريد من خلال الأدلة والشواهد البينة إثبات هذه الحقيقة، حقيقة أن هذا القرآن ليس كلام الله. سنكشف بالأدلة والوثائق أن هذا الكلام صادر من قلب محمد. ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. شوف جد حلو، جد احترام. مو لا تعقلون لا تفقهون، لعلكم تعقلون لعلكم. سياق القرآن كذلك دائما. شوف الحكمة مع الخلق. ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. زين هذا الكلام ويا هذا الكلام الأمير، أيهما أبلغ وأيهما أنفع؟ بس هذا شو ينفع عن هذا؟ قريش كانت عندهم رحلة الشواص الصيف، فليعبد رب هذا البيت. كلا لمدن في الحطم، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. من أول خب قول نار الله الموقدة خلصنا. كلا لمدن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، ما هي؟ التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة. يعني السجن مؤصد، بس هو بالنار بعد شيء يحتاجه؟ سد الباب لو افتتح الباب هو بالنار. شوف التهافت البلاغي موجود في القرآن وغير موجود في نهج البلاغة. تهافت بلاغي واضح، وهذا يعني أن الله يجب أن ننزه الله عن أن يكون هذا القرآن صادر من الله. المصيبة الوراء يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. مستحيل توصلون للقمر. وصلوا جماعة، وصلوا وتحدوا القرآن ووصلوا. صدق شافوا أكو شهوب نازك لبسوا دريع وخلوا خوذة وكذا، ووصلوا وتحدوا رب القرآن وكل شيء ما صار بهم، رجعوا سالمين سالمين غانمين. وين تقول فلا تنتصران؟ هاي مو تكذيب الله. انا اريد انزه الله والذات المقدسة عن ان ينسب له مثل هذا الكلام. هذا كلام بشر، يعني الامثال القرآنية يعني مأساة. يعني يقولون امثال بلاغية عظيمة لا يستطيع البشر. مثلا الله نور السماوات والارض، مثل نور كمشكات، مشكات في زجاجة، الزجاج كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هاي شنو الشجرة المباركة؟ ما أدري، لا شرقية لا غربية، بس عايز يقول جمهورية إسلامية. يعيب كلام الله تعالى ويقول عن هذه السورة: ما هذه السورة؟ إنها ليست كلام الله، إن هذا الكلام ليس كلام الله. ويسخر منها بلسانه وبإشارته وهيئته ويقول: كيف يكون هذا الكلام كلاما بليغا؟ الحطمة، ما الحطمة؟ ما الحطمة؟ وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. يقول: هل هذا كلام؟ هل هذا كلام يمكن أن يكون من كلام الله؟ إنه ليس بكلام الله، إنه كلام محمد. ثم يقول: إذا كان الكافرون في هذه النار يعذبون فيها وتطلع على أفئدتهم، فما الفائدة من أن تكون مطبقة عليهم ومؤصدة عليهم؟ يا أيها السفيه، إنك لا تفهم كلام الله تعالى
وليس عندك من البلاغة والبراعة ما يظهر لك به بلاغة كلام الله تعالى ومعانيه. إن هذه السورة فيها من البيان والبلاغة والبراعة ما يقف له شعر المتدبرين المتأملين في كلام الله تعالى، الذين يعرفون ويعلمون ما هو الكلام البليغ. إن كلام الله تعالى هو أبلغ كلام، إن كلام الملوك ملوك الكلام، والله ملك الملوك، وكلامه أبلغ كلام وأفصح كلام. إن الله تعالى حينما قال لينبذن في الحطمة، أي ليطرحن في الحطمة، لينبذن كما كان ينبذ هذا اللماز الهماز الناس، ويلمزهم في أعراضهم، ويوضع في الحطمة جزاء وفاقا، والحطمة على وزن همزة لمزة، والجزاء من جنس العمل. وكما كان يحطم أعراض الناس فإن الحطمة تحطم أضلاعه، وكما كان المال متغلغلا في قلبه فهذه النار أيضا تطلع على فؤاده، تطلع على الأفئدة. وكما كان يقفل على خزانته وخزانة ماله فالنار هذه أيضا موصدة مقفلة عليه في عمد ممددة. وكما كان أمله ممددا وطويلا فهذه النار في عمد ممددة. يا أيها الغلام الصغير الواقف على المحيط الهادي، إن المحيط الهادئ لن يضره أن ترميه بحجر صغير أو كبير. يا أيتها الفراشة احذري أن تقتربي من النور حتى لا يحرقك، هل أنتم إلا الفراش رأى السراج وقد توقد، فدنا فأحرق نفسه ولو اهتدى رشدا لأبعد. ما يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديل. يا معشر الإخوة، إن الطعن في الثوابت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الطعن في ذات الله تعالى وفي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن وجوده كوجوده في هذه الأيام التي كثر فيها السفهاء وكثر فيها الجهلاء الطاعنون في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المنافقين إذا ما وجدوا ضعفا في الأمة أو غفلة فيها فإنهم يصرحون بما في صدورهم وما تكنه قلوبهم، وكذلك يفعلون، كما فعل عبد الله بن أبي حينما قال وهو يظن أنه لا يسمعه أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وحينما فعل ما فعل عبد الله بن سبأ اليهودي الذي هو أصل لمثل هذا السفيه السخيف الذي يطعن في كلام الله تعالى، فإن عبد الله بن سبأ أخذ يخطط ويدس بين المسلمين كثيرا من المسائل التي تحدث الفتنة. حينما كان هنالك
قتال بين المسلمين، فكان يتربص بالمسلمين وبدينهم ويضع الدسائس والخبائث. ولقد جاء عن أحد أولئك الزائغين الذين ينتسبون إلى القبلة، إلى الإسلام ويصلون إلى القبلة، قال: لو أمكنني أن أمحو من كتاب الله تعالى كلمة استوى لفعلت، وذلك من قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقد جاء استواء الله تعالى في القرآن في 7 مواضع، قال: لو أمكنني أن أمحوها من القرآن لفعلت، لأنه يفسرها تفسيرا زائغا لا يرضى به أهل الإسلام الذين هم على منهج صحيح. ولقد أتانا عن كبير فيهم وهو الحقير مقالة الكفران: لو كان يمكنني وليس بممكن لحككت من ذا المصحف العثماني ذكر استواء الرب فوق العرش، لكن ذاك ممتنع على الإنسان. والله لولا هيبة الإسلام والأمراء والقرآن والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولدكدكوا الإسلام فوق قواعد الأركان. وهكذا يفعل أشباههم، فإنهم لولا هيبة الإسلام والسلطان فإنهم سوف يصرحون بما تكنه صدورهم ويقولون أمورا تشيب منها الرؤوس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وكتابه وأن يحفظ المسلمين وكتابهم وعقائدهم وثوابتهم.